اكتشاف جديد ومثير يترقب العالم إعلانه من قبل وكالة الفضاء الأمريكية ناسا في القمر. اكتشاف قد تكون له علاقة بظهور الحياة وتطورها على الأرض. الاكتشاف في القمر ستشرح ناسا حوله تفاصيل جديدة رصدتها عبر تلسكوب مثبت على متن طائرة تقوم بعشرة تحليقات يومية على ارتفاع 11 كيلومتراً لرصد كل المجرات وكواكب المجموعة الشمسية وأقمارها بعيداً عن تأثيرات الطبقة المعروفة باسم ستراتوسفير. ناسا ذكرت أن الاكتشاف حدث بفضل تلسكوب قطره 2.7 متر فيما وزنه مع أجهزته 17 طناً ومثبت على متن بوينغ بكلفة SP747 بكلفة تجاوزت مليار دولار وهو تلسكوب صوفيا. الاكتشاف قد تكون له علاقة بالحياة وتطورها على الأرض كما ببرنامج تنشط فيه الوكالة الأمريكية وهو أرتميس الهادف إلى إرسال أول امرأة في 2024 إلى القمر. يتيح ارتفاع التلسكوب رصداً نظيفاً وبعيداً عن المؤثرات الجوية ليلتقط الأشعة تحت الحمراء القادمة من أعماق الكون البعيدة، وتقوم ناسا بتشغيله بالتعاون مع المركز الألماني للطيران والفضاء. كان أحدث اكتشاف عن القمر ما أعلنته ناسا في يوليو الماضي من أن فوهاته غنية بالمعادن منها الحديد والتيتانيوم، ما قد يعني وجود مخزن غني بالمواد المعدنية تحت سطح القمر.